بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أنا مجد محمد التتر من فلسطين غزة، أصبت بحادث سير الحمد لله رب العالمين، كتر ساقي، ولكن أنا جيت يعني هنا مكرم من الملك عن أخي الشهيد رحمة الله عليه، وهذا يعني نشكر إخواننا في السعودية على كرمهم والضيافة تاعتكم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلهم يعني في دائما هم يعني خادمين الحجاج، ونشكر هو خادم الحرمين الشريفين، وبارك الله فيكم حياكم الله. للأمانة يعني شعوري عندما دخلت الحرم شعور لا يوصف، يعني ما لا يعني لا أستطيع أن أصف كيف شعوري لما دخلت الحرم. كذلك أين برضو اللي هو بصراحة يعني إخواننا السعوديين هنا والضيافة تاعتهم إلنا كانت على أكمل وجه، يعني شيء فظيع لفوق ما يتخيله العقل. فإحنا بنقدمهم الشكر الجزيل الشكر على هذه على هذا العطاء وهذا المنح الجميل لأهل الشهداء، وهذا يدل على مدى ارتباط العقيدة السعودية بالفلسطينية. نشكر لهم كل الشكر والتقدير وعلى هذا العطاء وهذا يعني هذه الخدمة التي قدموها لأهل المكرمة أهل الشهداء. من المواقف اللي عجبتني كثيرا انه اخواننا السعوديين القائمين على خدمتنا يعني يريدون يعني يخدمونا برموش عينيهم، وهذا يعني اجمل شيء يعني شاهدته، انه يعني يخدموننا بكل حب وبكل عطاء ويتوددون لنا. للأمانة هذا شيء جميل جميل كثير كثير. أنا سعدت كثير يعني بضيافة الحرمين، بضيافة الملك.